المزينة دائما عاصمة الميادين، جائزة زايد الكبرى في بداية أيامها، في أول انطلاقاتها، في أول تحدياتها المثيرة، حيث انطلقت هذه الأسماء، حيث انطلقت هذه الشعارات. أرحب بكل الحاضرين القادمين من كل حد من وصوب للمشاركة في عاصمة الميادين، مباشرة على المقدمة، مباشرة على الصدارة الأولى، ما بينها الشعارات، ما بين هالاندفاعات الجميلة هنا في هذا المسار المميز. الصدارة هنا مع مطفية، بدر بن سالم بن راشد الينيبي يقدم لنا مطفية على البداية، النقلة إلى المركز الثاني، الوصول والتقدم في هذه اللحظات. هذه الكايدة 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 يقدمها سهيل بن سعيد بو حقب الشامسي على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات، الوصول في هذا المسار هناك من روعة مانع بن سعيد بن راشد المنصوري، بينما اللي احتلت المركز الرابع والوصول والتقدم من شرح محمد بن بخيت بن هديب الجربوعي المري، بينما المركز السادس الوصول والتقدم من هذه الأسماء، يا هي أسماء القادمة في هذا الانطلاق. هناك العدملية خالد بن عبيد بن أحمد الظاهري، والمركز الثامن في هذا المسار مع متعب سعيد بن حمد بن محمد النيادي، والمركز التاسع في هذا اللحظات من الشاهينية عمير بن ناصر بن محمد الحراسي هناك أيضا يتقدم في هذه اللحظات، والمركز هناك العاشر اللي تدخلت في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هناك الوصول من نظر أحمد بن راشد بن محمد النعيمي. هكذا نتيجتنا مستمعين الأفاضل، هكذا النتيجة هنا لهذه الاستلامات، لهذه التحديات المثيرة هنا في هذا الانطلاق في هذا المسار. يا سلام يا سلام يا أهل الحجايج، 4 كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السن، هي المسافة المقررة لهذا السن. هناك أيضا انطلاقاتنا، تحدياتنا دائما مثيرة في جائزة زايد الكبرى، هنا هذه الجائزة وهذا المهرجان الغالي على قلوب الكل، الغالي على قلوب الكل. هنا أعود إلى المقدمة الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط، نجود 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 على أيضا نجود هناك أيضا على المقدمة هذا الشوط. سعيد بن مسعود بن ناصر المالكي يتقدم على البداية الأولى في هذه اللحظات. أهالي السلطنة، أهالي السلطنة المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات، الواصلة في هذا المسار من زاخر، وصلت زاخر وتقدم شعار بن سالمين، محمد بن سالمين بن مبارك العامري يقدم لكم زاخر في هذا الشوط. المركز الثالث الكايدة يا ابو حقب، الكايدة يا ابو حقب وذكرياته الجميلة المميزة هنا في هذا الانطلاق. المركز الرابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات هنا بانطلاقة وتحديات العدملية، خالد بن عبيد بن أحمد الظاهري يقدم لنا العدملية، بينما هنا الوصول من الهدة جاسم بن سالم بن علي الغيلاني يتقدم في هذا الشوط. الله الله، تجمعت الأسماء، تجمعت الشعارات، تجمعت الأصايل، تجمعت السلالات الغنية عن التعريف، باحثة عن الناموس، باحثة عن الناموس. أما الناموس ولا فلا، أما الناموس ولا فلا في هذه الانطلاقات والتحديات المميزة هنا في هذا الشوط. ولكن البداية وين؟ الصدارة وين؟ شقرة 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 شقرة، هذا هو الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير يا أهل الحجايج، يا أهل الحجايج يا أصحاب هذه الشعارات، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة المثيرة. شقرة محمد بن حمد بن سيف المزروع يتقدم في هذا الشوط. المركز الثاني اللي قادمه الظبي ماي بن الهطاري، محمد بن حمود بن محمد الدرعي يتقدم في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، طارن الحجايج طارن في هذا المسار بقيادة
اتمنى بقياده الظبي، بقياده الظبي على المقدمه الاولى محمد بن حمود بن محمد الدرعي، المركز الثاني العاصمه عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي يتقدم في هذه اللحظات، المركز الثالث الشاهينيه، الشاهينيه يا سلام يا سلام على هذا الرقص، رقص وثباوي، ولكن هنا الوصول والتقدم هنا في هذه اللحظات، من هنا صيت صيت يا المري صيت صيت هنا القادمه في هذه اللحظات، صيت سعد بن مسعود بن علي المري هنا، اهالي اهالي كويت بن حمده بن حمده بن حمده راح بن حمده راح الى الاشقاء في دوله الكويت، الى الاشقاء في دوله الكويت وبالخصوص الى ميدان الشهيد، تهانينا والناموس يا بن حمده يا بن حمده، تهانينا والناموس على هذا الفوز، المركز الثاني. على المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول وتقدم هناك ايضا من جماهير عبد سالم بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري اللي احتلت المركز الثاني، المركز الثالث هناك ايضا وصول وتقدم من جود عوض بن عبد الله بن مبارك المزروعي اللي هناك ايضا تدخلت على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم في هذه اللحظات، هنا ايضا وصلت وتقدمت سلطانه سلطان بن فارس بن محمد، هنا ايضا على المركز الثالث المركز الرابع وصلت وتقدمت الظبي محمد بن حمود بن محمد الدرعي، قدمت عرض جميل، والمركز الخامس المركز الخامس وصول من مياس سعيد بن عبد الله بن صالح الكتبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق رياضة الهجن العربية الأصيلة، عود إلى التوقيت الزمني هنا المرافق لهذه الانطلاقة، هنا أيضا ست دقائق بدون ثواني، أربع أجزاء من الثانية، سلام أيضا إلى الأشقاء في دولة الكويت، وأيضا سلامي عليك يا بن حمدة، كفيت ووفيت. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثاني توقيتها الزمني، هناك أيضا ست دقائق وثانية وست أجزاء من الثانية، كان من نصيب هنا ايضا جود عبد الله بن عبد الله او عوض بن عبد الله بن مبارك المزروع المركز الثالث. هنا ايضا توقيتها الزمني 6 دقائق وثانيه وجزء وسبع اجزاء من الثانيه، كان من نصيب كان من نصيب هنا ايضا سلطانه سلطان بن فارس بن محمد. هكذا ايضا نتيجتنا ايضا في هذا الشوط، فايضا تهانينا والنا